يلا باستا النهاردة، وأنا من عشاق الباستا. هنجيب لحمة مفرومة نشوحها على النار، حط عليها بصلة كبيرة، فصين ثلاثة توم مفرومين، هنزود التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، بصل وتوم باودر، زعتر، قرفة، جنزبيل، هنحط جزرتين مبشورين هيدوا طعم مسكر، وهننزل بعصير الطماطم، معلقتين صلصة طماطم كبار، معلقتين خل، وربع كوباية لبن. هنستنى الصوص شوية يتقل، ولما نوصل للمنظر ده نبدأ نغرف. سلقت شوية سباجيتي، وبالهنا والشفا. الوصفة دي من أبسط وأحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها، مش هتزهقوا منها أبدا، كل شوية هتلاقوا نفسكم بتشتاقوا لها تاني. وسهلة، بتاخدش وقت كتير خالص، والأهم من ده كله طعمها يجنن. يلا جربوا الوصفة دي وقولولي رأيكم.